الرئيس السيسي يتابع نشاط هيئة قناة السويس. الرئيس السيسي يتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر. الداخلية تواصل جهودها في مكافحة شتى صور الجريمة. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك لمتابعة نشاط الهيئة. المزيد في التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني. وقد استعرض الفريق أسامة ربيع مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 حوالي 18,830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20,694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى عدد 23,583 سفينة، ما أدى إلى تحقيق القناة لعائد قياسي بنهاية العام الماضي ما يقارب لحوالي 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتنفيذ مراحل استراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها. كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول 40 كيلومترا، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة. تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر. المزيد في التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنا وزير التنمية المحلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والسيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي الخاص بتوطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً سيادته بأن تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين، وما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية. كما اطلع السيد الرئيس على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت،
بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالاً لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال. وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة شتى صور الجريمة، المزيد في التقرير التالي. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 3433 عنصرا إجراميا، ومصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وضبط معهم 1472 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش جرينوف، و190 بندقية آلية، و197 بندقية خرطوش، و69 مسدسا، و1014 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 435 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4678 قطعة سلاح ناري بحوزة 3975 متهما، أبرزهم 2 جرينوف رشاش، 530 بندقية، 395 بندقية آلية، و224 مسدسا، و3520 فرد محل الصنع، وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، و511 خزينة، إضافة ل 6778 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 30 تشكيلا عصابيا ضموا 104 متهما، قاموا بارتكاب 166 حادث متنوع. كما تم ضبط 535 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 332 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 526 متهما، كما تم إعادة 24 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,341,474 حكما قضائيا، من بينها 9,232 حكم جناية، و716,203 حكم حبس جزئي، و127,884 حكم مستأنف، و1,157,227 حكم غرامة، و330,928 حكم مخالفة.